السلام عليكم شباب، بهذا الدرس راح نكمل بناء البندقية اللي عندنا. راح ابدي اخذ element اللي عندنا اللي فوق، استنسخه object، اختاره يكون على الزيت، اضبط مكانه على الرفرنس اللي عندنا، بعد هذا راح اسوي له اتاتش. هسه عندنا اجزاء اخرى تحتاج انه نبنيها، هو جزء عندنا اللي هو هذا الجزء اللي هنا، راح في هذين الاجزاء، هذا الجزء ابدي بلين العفو، حالي اجت بولي بعد هذا راح اسوي التقطيعات اللي نحتاجها اللي هنا، كونكت هنا، كونكت اخرى، اوكي. بعد راح اختار هذين الجزئين، اكسترود فت قيمة قليلة، هذا الجزء وهذا راح اختار ان احذفين، هذا الجزء سكيل راح اسوي له نفس الحالة، هنا سوني سكيل، ايضا اختار الادج هذا وهذا ارفعين لفوق، ونشوف بعد شو نحتاج. عندنا بقى بس هذا الجزء، هذا الجزء راح اسوي بيه ايضا كونكت، خلينا نشوف شامفر، هيك شي اختار هذا الجزء وهذا بريدج، هذا مع هذا بريدج العفو، بريدج نفس الحالة هنا، اوكي. هذا مع هذا او عندنا فد شي اتوقع، هسه بعد هذا راح اطبق عليه شيل، تقريبا
تقريبا هيك شي. اضبط البكانات مثلا هذا البكان، راح اختار عندنا كل شي ما نحتاج ينبقيهن هذين الاجزاء، هذا وهذا احذفهن. نفس الحالة هنا عندنا هذين الاجزاء ما نحتاجهن احذفهن. بعد هذا اختار هذين النقاط، اسحب الى هنا، لاني ما نحتاج هنا راح احذفهن. هذا نحتاجه بس ال او خليه ما راح يضرنا. اوكي بس هذا نقدر نختار هذني اجزاء كونكت. هذا ما اريد هيج شي، اوكي نطبق عليه تيربو شوف. هاي هذا الجزء كلش كافي انهايد. اصلا كلش قليل راح نطلع من عنده، ما اريد يكون ظاهر كلش. هاي هناك كلش زين. خلينا نشوف بعد. اخذ نسخة الاخرى من عند انستانس على الزيت او مرر على الواي. خليه هنا او هنا باي مكان. نسوي جزء آخر الجزء اللي هو هذا الجزء حذف لنخفيهن. هذا الجزء
راح ابدي ببلين بعد هذا نحط له هنا اختار فيتريكس هاي يكون هنا هذا كلش صحيح هنا عندنا كونكت نزله كونكت اخرى الى هنا هسه هنا نقدر نضيف نقطة كان هيك شي عندنا هذا اوكي بعد هذا الجزء نقطة ايضا نحركه هنا نقدر اختار هذني النقطتين راح ارفعه الى هنا او الى هنا هنزلها شوية اختار هذني كليتين اجزاء انسيت اكسترود اختار لوب هذا الجزء اختاره اسوي استنساخ الى هنا هذا الجزء اختار رينج اكسترود اوكي سيمتري اختار هذن الحواف عندنا الخارجية لوب سوي نضيف عفو هسه راح اضيف بعد عندنا السلندر اوتو جريد اسوي عدد السايد 6 اختار هذا الجزء انسيت اكسترود انسيت مرة اطلق البوليجون اللي بر اللي ورا احذفه اختار هذا النيو رينج لوب اوكي
هذا اللي اختارني هسه، لوب شامفر شوية دخله للداخل. راح اكبر حجمه، اعتقد كافي هذا حجمه. وراها راح اصمم جزء اخر سلندر، ثمانية راح اسويهن. الجزء الداخلي نحذفه، بس قبل ما احذفه شوية ندخله. بعد هذا الجزء راح اسوي له بيفول. هسه هذا الجزء اكسترود الى هنا، بعد هذا راح اختاره. هسه نقدر نسوي انست او نسوي اكسترود لوخ بيفول. انسيت اكسترود او انسيت، نقدر نختار هسه هذا الجزء او هذا الادج لوب اكسترود. هذا الاجزاء راح اختارهن لوب شامفر. شامفر بس القيمة شوية كبيرة راح تكون هنا. اوكي هذا اني ايضا اختار ان كونكت اثنين. هيك الشكل كل زين. هسه نقدر الزغر نطول. اوكي هذا هسه نقدر نحول عدة بولي اتاتش تيربو سموث. هذا حصلنا عليه النتيجة. نحطها مكانها تقريبا هنا يكون هذا مكانها. عندنا البرغي هذا نقدر ناخذ مات الاتش هذه ونستنسخه حتى يصير هيك شي، ونقدر ننزل بعد ننزله هذا. اوكي خلينا نسوي اجزاء البقية هنا شوية تفاصيل. عندنا تفاصيل مثلا نضيف سفير هنا، سفير ستة كلش كافية. ريديس نكبرها بعد فيها. بهذا الشكل راح ازيدها ثمانية. هل عدة بولي او قبل ما نحولها خلني نسوي هذا الشكل كلش زين. هسه نضبط مكانه نصغر شوية
نضبط مكانها وراح استنسخه. ستة اثنين اوكي. بعد نقدر ناخذ هنا وحدة نحطها اخذ هنا ايضا راح استنسخه للاسفل. نشوف بعد اذا عندنا في البكانات اعتقد ها هي اتاتش هسه بدأت تطلع المعالم مال السلاح مالتنا. اوكي نشوف بعد عندنا نكمل شوية بعد نشتغل. خل اسوي عندنا مثلا هذا الجزء او شوف راح اسوي هذا الجزء. هذا الجزء نقدر نسوي نبدي بريكتانجل تقدر نسدها. راح اسوي فد حجمه الى هنا حولها الى اله السبلاين اختار هذا حذفه مكانه نرفعه الى هنا. هذه النقاط اختارها شوية نرجحهن. اختار النقاط كل شيء راح احولهن الى كورنر. هذا المكان او هذا راح احذفه. هذا المكان راح اسوي له فلات او شامفر. شامفر احسن عندنا راح يكون لهنا. اوكي نختار كورنر. هسه نقدر نسوي ريكتانجل الويدث نزيده هايت نقلله. بعد نقلل اوكي حل الى ايديت بولي اختار هذا البوليجون بالنص امسحه. هذا الجزء كونكت هيك شيء رينج كونكت اثنين اوكي. هذا المكان هم نفس الحالة كونكت واحد الى هنا. بعد هذا راح اسوي سيومتري فليب للنص. هنا يكون لازم النص اوكي. اختار المجسم راح اسوي له استنساخ انستانس العفو. هسه هذا الجزء اللي هنا نقدر ناخذ هذا نسوي عليه تعديلات. راح اخذ اني اوبجكت هاي ضبط المات البيفوت راح اسوي روتيشن 90 درجة حجمها شوي نكبره.
نضبط مكانها. اوكي هذا راح احذفه منه، بعد هذا راح اسوي سيومتري. عزيت نزل. اوكي راح اختار هذا الجزء شوي انفخ. ها راح تكون اليد هي. طبعا اذا نحب يكون هذا متصل وياه، خلي اشوفكم شلون نحله. راح احذف هذا احذفه، هذا ايضا راح امسحه، هشتغل على هذا. هذا المجسم خلنا نطلع اختار هذني، راح اسويكم اياه كليته متصل. هسه نختار البوليجونز هذه وهذه، اكسترود الى هنا احذفهن. بعد هذا راح اسوي اتاتش ويا هذه. نقدر هسه نسوي تارجت ويل للنقاط، هذه النقطة مع هذه، هذه ويا هذه نفس الحالة. توقل بالنص عندنا، اختار هذا المكان، هذا رينج كونكت. اوكي تارجت ويلد هذه النقطة. اوكي نقدر نختار هذني ونمسحهن هسه، وبعدين نسويهن كليتن سوا. لوب حذفهن. نشوف اذا عندنا. اوكي ما اعتقد عندنا فد اي خلل. نطبق على تيربو سموث، نشوف اذا عندنا فد اخطاء. هذا مكان خلينا نحذفه نشوف. اوكي اختار هذا الجزء وهذا ابريج، ما عندنا هسه اي خطا. هذا مكان نفس الحاله اختاره احذفه. اختار هذه وهذه بريج. بعد هذا راح اختار هسه ذني رينج اثنين بهذا الشكل. هذا اذا اريد يكون فد نقدر نصغر. اعتقد هسه كلش كافي، وضحت الفكرة. نقدر نسوي سيومتري اخر. المنتصف. اوكي هذا عندنا صار الجزء الاخر. الجزء الاخر كملنا من السلاح، خلينا نكمل. عندنا هسه راح ننتقل لجزء اخر اللي هو هنا. راح اسوي سلندر اوتو جريد، نضبط مكانها. بيفول اكسترود
انسيت اكسترود. هذا من يسوي تأثير حلو بينه يسوي انسيت واكسترود يسوي في التأثير حلو كلش. اختار هذني الاماكن لوب شامفر نفس الحالة. هذا راح ادخله داخل واحذفه. هذا المكان رينج كونكت. بقى شيء واحد اللي هو راح اسويه هنا اللاين اسوي له بس يكون الواي ما يحتاجه. اوكي هذا نكبره تقريبا هيج شي. نحوله الى نسوي 12 او 16. حوله الى عدد تبولي نختار هذه النقطة وهذه النقطة كونكت. هذا اللي كنت نحذفين هسه. بعد هذا الشيء راح هنا هذا المكان اللي اريد بالنص في بالمنتصف اريد اسوي الفد فتحة. خلينا نسوي ببداية نقص هذا النص تقريبا او اوكي. هسه هذا النص راح اسوي تشامفر الى هنا كلش كافي. هذا ايضا راح اسوي تشامفر اوكي صاعده الى هنا. هذا راح احذفه اصلا ريموف. سوي كونكت هنا وهنا لازم كونكت. اسوي نقطتين اوكي. نزيد البنج العفو اكل زين. هذا الغيه. هذا راح الغيه ريموف. عندنا هسه هنا نقطتين احسن كونكت. العفو هنا ما عندنا اصلا نقطتين. راح احذف هذا الجزء نشوف اذا عندنا حركنا اوكي. بس نقدر ناخذ هذني اجزاء او الايدج بعد هذا هذني اللي منا عندنا النقاط سيلا ويلد. اختار هذني الحواف كليتين شامفر. اوكي بعد هذا المكان رينج بس خليني نتأكد اول شيء ما عندنا اي مكان. اوكي
اوكي هنا انا كونكت واحد مكانه تقريبا هنا، اختار هذه النقطة وهذه كونكت نفس الحالة هنا. شوف هذا المكان ايضا نقدر كونكت او كات نستخدم. هسه هذا ضبطنا المكان مالته، بقى فد شي وحيد اللي هو اريد استنسخه كوبي هو انستنس، هذا راح انصي بهذا الشكل. خلي نسوي اتاتش ويا هذا الجزء اتاتش، نشوف التيربو سموث اذا عندنا اي خطا نسوي نصلحه. اعتقد ها هي ما عندنا بيها خطا. هذا كمان هسه جزء اخر ان شاء الله بالجزء القادم راح نكمل البناء مال هذا السلاح.